يا مساء الخير على كل مشاهدينا، برحب بحضراتكم معانا حلقه جديده ويوم جديد مع ست الستات. ايه رايكم نبدا بحاجه كلنا بنعملها؟ ناس كتير بتحب بتنشر صورها وصور اطفالها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تويتر، انستغرام، وطبعا وتيك توك، طبعا فيديوهاتك بقى وكل الحاجات دي. أكيد بيبقوا نفسهم إن هم يشاركوا الناس أصحابهم في اللحظات الجميلة في حياتهم، لكن للأسف بعد كده لو حصل أي حاجة لا قدر الله يرجعوا يقولوا إن السوشيال ميديا هي السبب وإن هم اتحسدوا. طيب يا ترى أنتوا من الناس اللي بتحب تنشر صورهم وصور أولادهم على السوشيال ميديا ولا لأ؟ ولو بتحبوا هل بتخافوا من الناس وعين الناس؟ سألنا الناس في الشارع وتعالوا كده نشوف في البوبس اللي جاي قالوا لنا إيه. بتستخدمي الفيسبوك ساعات بتحطي بروفايل بيكتشر ليكي عادي ولا بقيتي تقلقي من موضوع الجرائم الالكترونيه بتاعت الابتزاز الالكتروني والحاجات دي؟ فعلا مش بحط اي حاجه ليا بروفايل عشان بخاف فعلا. لا طبعا ما بنشرهاش، انا بقلق جدا من الحاجات الابتزاز اللي بتحصل وخصوصا في الفتره الاخيره. لا هو انا فعلا قلق من الجرائم دي وان انا ما ينفعش ان انا احط صوره ليا على الفيس، ممكن اي حد ياخدها او يعني يعمل بيها مشكله او كده، فانا ليه اذي نفسي؟ طبعا يعني كان في الاول ما كانش في اي تخويف خالص وكنا بننزل زي ما احنا ما عايزين، بس دلوقتي طبعا كله بقى بيخاف جدا. ساعات بقى لا بس لا خلاص، يعني لقيت ان الحكومه بقت واقفه جنب البنات والكلام ده كله، فما يعني خلاص لقيت لا تمام. لا بحط صوري عادي. بصي هي حاجة حلوة ووحشة في نفس الوقت، ممكن احط صورتي لو انا عندي بنات بس او صحابي بس، الناس اللي انا واثقة فيها. انا شايفة ان لو انت يعني مخلية بالك يبقى اوكي. بقلق فعلا ساعات غير لو انا واثقة قوي من الناس اللي عندي 1000000%. وانا بحطها بس مؤخرا اللي هو ايه بقيت اخاف، بس لو بحاول على قد ما اقدر اللي يبقى عندي ابقى واثقة فيه صحابي واللي هما الدايرة القريبة مني، وفي نفس الوقت اللي هو ببقى قافله الاكونت بتاعي من بره. لا بحطها عادي يعني، بس برضو ببقى عامله البرايفسي ومأمنه نفسي كويس يعني. ده موضوع تاني بقى، دول مش خايفين من الحسد ولا خايفين ان مشكلة تحصل، ده مشكلة امنية بالنسبة للي سمعوا السؤال. لكن انا بشاركهم برضو في نفس القلق، لو مش سيلابريتي او مش شخصية عامة، يعني اللي ما تقدريش تعمليه او ما تقدرش تعمله في حياتك قدام الناس ما تنشروش على السوشيال ميديا. يعني ما نحطش صور مثلا على البحر ونقول يعني حد خدها ولعب بيها، ما نصورش نفسنا مع ناس مش عايزين نظهر معاهم في الحياة العامة وبعد كده نقول دول أخدوا الحاجة من على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي حياتنا دلوقتي، فلازم نتعامل مع السوشيال ميديا على إن الناس كلها بتشوف، إلا إذا خصصتوا صوركم لفريندز اونلي، والفريندز اونلي دي او للاصدقاء فقط اللي انتوا بتشاركوهم نفس مجتمعهم، عارفينهم واحد واحد واثقين فيهم. اما فور بابليك يعني فاللي ما تعملوش في حياتك العاديه ما تحطوش على السوشيال ميديا. ده وجهه نظري البسيطه الفقيره. طيب بعد الفاصل بقى تعالوا نتكلم عن حاجة دلوقتي محتاجين لها، نتكلم عن مفاهيم ممكن قوي نكون بنعملها غلط وإحنا بنعالج بشرتنا وشعرنا. عايزين نصحح كل الشائعات المتداولة الخاصة بالبشرة والشعر، وخصوصا إن دايما فصل الصيف متهم وهو المتهم الأول إنه بيبوظ شعرنا وبيبوظ بشرتنا. بعد الفاصل. زي ما قلت لحضراتكم كده واحنا بنقدم اول فقره النهارده، عندنا مناقشه عن المفاهيم الغلط في علاج بشرتنا وشعرنا. طبعا لما تيجي سيره الشعر والبشره معظمنا بيتحول على طول دكاتره متخصصين، يا ربي يعني لو واحده عايزه علاج لبشرتها او بتسال على حاجه مفيده لشعرها او شعر بنوتتها مثلا، تلاقي كل واحده فينا دكتوره وتفتي في حاجات معظم اجاباتنا عليها بيبقى غلط، وده خلى حاجات كتير غلط انتشرت بشكل كبير في الفتره الاخيره عن البشره والشعر. الحاجات دي للاسف ممكن تسبب
كوارث لشعرنا وبشرتنا. النهارده بقى معاكم هنحاول نصلح كل المفاهيم دي ونفند كده كل الشائعات المتعلقه بعلاجات الشعر والبشره علشان زي ما قلنا ما نعملش كوارث لنفسنا. كل ده هترد علينا من خلال فقرتنا الاولى. النهارده ضيفتنا دكتور نوره درويش استشاري الجلديه والتجميل. برحب بيكي معانا دكتور نوره. اهلا بحضرتك. عامله ايه؟ طبعا اكيد يعني زي ما بقول كده بتشوفي 3000 دكتوره في القعده يعني. صح. طيب ايه رايك نعمل الحلقه دي او الفقره دي سؤال او مفهوم غلط وانت تقولي لي الصح بتاعه؟ تمام. تيجي نبدا نعملها لعبه كده. اول حاجه، مش لازم احط واقي شمس لو الجو مش حر او لو نازله مشوار صغير كده صد رد. ناس كتير قوي بقول لها بتستخدمي سان سكرين او واقي شمس؟ اه تمام بستخدمه، بس فعلا لو رايحه مشوار صغير سايقه العربيه بتتخيل ان هي كده ما تعرضتش للشمس. هي الشمس تعمل حاجتين، بتكسر الكولاجين والالاستين فبتزود التجاعيد، وكمان بتعمل تصبغات وعدم توحيد للون الجلد. فلازم حتى لو مشوار صغير، حتى لو في الشتاء، مجرد بس ما انا نزلت والشمس طالعه او حتى لو قدام الحراره في الفرن مثلا او في المطبخ لازم نستخدم واقي الشمس كل يوم. طيب معلش في ديل للسؤال ده. في سان سكرين ساعات بتبقى سان تان يعني هي للاسمرار وفي نفس الوقت فيها بروتكشن. أيوة. هل دي امان اقعد بيها في الشمس على البيتش او حاجه؟ لا خالص، هو المفهومين عكس بعض. يعني معدل حمايه، معامل حمايه الشمس هيقلل من امتصاص اشعه الشمس، وفي نفس الوقت لما هي بتعمل تان او بتتعرض للحمام شمس بتزود امتصاص الشمس للجلد علشان خاطر تعمل لون. فلا، ممكن نستخدم الحاجات اللي بتعمل لون، بتدي لون فيزيكال، يعني بتدي لون وبيتشال مجرد ما نشيل الكريم او كده يتمسح. عيره يعني، لون عيره كده بالظبط، لكن مش ان احنا بشرتنا تسمر. طب واللي عايز ياخد تان ايه الطريقه الصحيه؟ يعني تعرض نحط واقي شمس عادي جدا ونتعرض للشمس مده بسيطه، وما نعملش سان بيفنج بقى بالساعات وكده لان ده بيضر البشره قوي. يعني طيب احنا معانا كمان صور نشوفها واحنا بنكمل اسئلتنا. تمام. ايه اللي احنا شايفينه بقى ده؟ احنا هنا كان البيشنت كانت تشتكي هي خست كتير وابتدى يبقى عندها الخطوط بتاعه الابتسامه واضحه جدا. احنا هنا عملنا تصحيح بسيط، عملنا طبعا جلسات راديو فريكونسي، دي بتبقى موجات طاقه بتساعد على بناء الكولاجين والالاستين، وعملنا الحقيقه فيلرز لان هي فقدت فوليوم، فقدت فوليوم من الخدود. مجرد بس ان احنا عملنا كده هنلاقي ان الخط الابتسامه اترفع لوحده بشكل ناتشرال قوي من غير اي يعني تدخل زياده او اي حاجه. طيب جميل، نرجع تاني لاسئلتنا. تمام. حب الشباب بيتعالج بجل الصبار، كل واحد أيوة. حاطط في البلكونه الوفيرا وبيقطع النبات وياخده ويحط. يا ريت، حتى كمان بيبقى من النبات على طول، ده بيبقى منتج باكج فبيبقى فيه نسبه برضو كحول فالبشره غالبا بتلتهب منه. هو حب الشباب هو ده مرض جلدي، يعني لازم على حسب بقى الحاله، في حالات خفيفه في حالات شديده ممكن نستخدم علاج موضعي دوائي. ممكن نستخدم كورس مضاد حيوي او كورس احد مشتقات فيتامين الف، ده بيبقى بالفم برضو في الحالات الشديده. مهم ان احنا انتي بياتكس بقى لو في التهاب على حق بالظبط. في نوع من الاكني الانفلاماتوري اللي هو بيبقى مصاحب باحمرار والتهاب شديد، بنحتاج ممكن كورس مضادات حيويه. مهم قوي العلاجات بتاعته تبقى تحت اشراف طبيب لان بيحصل منها مشاكل، ممكن حب شباب نفسه لو اتسيب يعمل مشاكل وندوب، وممكن العلاج يعمل التهاب في الجلد لو مش صح. طيب مهم قوي. اوكي نشوف الصوره اللي بعد كده قبل ما نكمل اسئلتنا. ده ايه يا دكتور؟ ده كده حاله اكني او حاله حب شباب من النوع الانفلاماتوري اولا لان كان في بقع حمراء كتير بالظبط، والجلد كان بيكون سكارز بيعمل ندوب طبعا. كل حبايه بتسيب مكانها علامه سواء هي سواء لعبت فيها او لا. فخدنا علاج دوائي، خدنا كورس دواء من مشتقات فيتامين الف، واشتغلنا بعد كده بتكنيك المايكرو نيدلينج اللي هو السنون الصغيره اللي بتدخل الجلد او اللي بتمشي على سطح الجلد، بتساعد ان الجلد يبني نفسه تاني، الندوب تقل او تختفي على حسب طبعا حالتها كانت عامله ازاي. بطريقه كده ما تتعارضش مع اللايف ستايل بتاع البيشنت، تقدر تمارس حياتها عادي وتقدر بشكل طبيعي مش زي يعني. طيب برضو دي لهذا السؤال. أيوة. احنا دلوقتي بقت الديرما بان بقى موجود صح اللي هو صح.
هل ده ممكن نستعمله ومعاه مستحضرات؟ احنا مش بنتكلم على اسماء منتجات، لكن طبعاً كل واحد صح بيبقى عنده الحاجه اللي بيستعملها ووشه بيمشي عليها شويه في البيت. حضرتك تقصدي في البيت كاستعمال منزلي يعني. مش محبذ قوي، لانه الجلسه يعني يستحسن حد اكسبرت او دكتور يعملها، ده من ناحيه. من الناحيه الثانيه ساعات الناس لما تستخدم اي حاجه مايكرو نيدلينج، ديرما بان او ديرما رولر، بتشكشك ساعات الشخص لما بيعمل نفسه يبقى من بعيد شويه. هي المفروض السنون دي تتحرك بسرعه وتمشي على الجلد وتفتح فيه تشانلز، فالناس لما تعمل نفسها ساعات تبقى سطحيه زياده عن اللزوم فتخربش او عميقه زياده فتلتهب وصعب الانسان يتحكم نفسه، حتى لو هو بروفيشنال على فكره، انه يعمل لنفسه عامه. لان ولو عمل لنفسه هل من الصحيح ان هو يحط كريم؟ لازم حاجه يتشرب طبيعية. بقى لا مش حلو. ليه؟ لان الكريمات والحاجات مهما كانت براندات كويسه وكل حاجه، استخدام على جلد سليم غير استخدام على جلد اوبن. هنا انا بحط حاجات طبيه زي مثلا الجروث فاكتورز او عوامل النمو، حاجات كلها بتبقى في الكلينكس، لانه هي مخصصه انها تتحط على جلد معمول له ديرما رولينج او ديرما بان او كده. طيب واحنا بنشوف الصوره الجايه هسال السؤال ده بقى، مش لازم اهتم ببشرتي لو لسه صغيره في السن؟ بنشوف بنوتات 18 سنه 19 سنه بيسيئوا معامله جلدهم، سواء شمس او حتى بداوا يحطوا مكياج ويقعدوا بيه في الشمس، بقى في استعمال جاي غير جيد لشبابهم. ايوه مظبوط. فكلميني، هل من سن الصغير لازم يبدا الاهتمام بالبشره؟ طبعا طبعا. ناس كتير مش عارفه انه عمليه الايدجينج او تشيخ البشره او تشيخ الجلد بتبتدي في سن يمكن 25 سنة. أوكي. يبتدي الجسم يكسر كولاجين وإيلاستين اللي هما مسؤولين عن مرونة الجلد ونضارته أكتر ما بيكونهم. وكل ما الوقت يزيد، كل ما نكبر، كل ما الموضوع ده معدل التكسير بيكون طبعاً أكبر طبعاً. فلازم يبقى فيه روتين في البيت او سيشنز تتعمل او كده. احنا هنا برضو ده تكمله للأكني سكورز، احنا بس the other side يعني نفس البيشنت. نفس البيشنت بس من ناحيه ثانيه، يعني هي زي الصوره اللي قبلها بالظبط. بس بقى طبعا ده جروح نشفت. طيب نرجع بقى للتجاعيد والجمال، ناخد الصوره دي نتكلم عليها. تمام. طبعا ده الفور الـ فيها خطوط، القوره فيها تجاعيد. مظبوط. احنا هنا بنستخدم اكتر حاجه بتساعد في القصه دي البوتوكس. ناس كتير قوي بتبقى تخاف منه، بتفتكر ان هو حاجه غريبه او عنيفه او حاجه جديده على الجلد. لا، دي مجرد ماده بتتحقن بتقلل من حركه العضلات، فبالتالي بتريح شويه الخطوط اللي بتظهر في الجلد. طريقه الحقن طبعا بتفرق، ان ما يبقاش في ماسك فيس، ما يبقاش شكلي جامد، او الحواجب أو فجاه تضرب بالظبط لفوق، او الدروبي او ينزل تنزل لتحت. عارفين يا جماعه في ناس بتروح لناس مش متخصصه، فتبصوا تلاقوا ان الجفون من البوتوكس وهو بتنزل. حاجه لطيفه يعني ان الواحد يبان اصغر سنا وبشرته احسن، ولكن بتعمل الدروبي ايلاندز اللي تبص تلاقي الجفن سقط. صح. ده يعني ده كده ان الماده اتحركت في حته مش عايزينها. فمهم قوي طبعا الدكتور اللي يعمله، مهم التعليمات اللي بعد في شويه تعليمات كده بعد الجلسه. الحركه يعني تبقى بسيطه، ما اروحش مثلا ابقى عامله بوتوكس واجي انام فلات خالص، او اجي بن داون كده اوطي راسي شويه. وضع الصلاه حتى بيقول لك اقعد ساعتين ثلاثه بالظبط، ولا قد ايه؟ حوالي اربع ساعات، أربع يعني تو بي ان ذا سيف سايد. ما ينفعش توطي تصلي او تنام فلات على، لا خليكي قاعده على الكرسي عشان ما ينتشرش في حته ثانيه مش عايزاه، علشان ما يعملش بس يتحرك في مكان مش طب مظبوط. دكتور نوره، ايه العلاج للدروبي ايلادز اللي هي الجفون السقطة نتيجه البوتوكس اللي اتحرك؟ هو بيبقى عرض، بيبقى زي سايد افكت كده مؤقت يعني. أوكي. هو غالبا بيروح لوحده. في قطرات ومواد طبعا طبيه ممكن نستخدمها تسرع ان هو الافكت بتاعه يروح. بس عامه كده كده البوتوكس مش حاجه بيرمننت، مش حاجه دائمه، هو علاج يعني مؤقت وكده كده تاثيره بيروح بالظبط كده. فهي بتروح بسرعه طبعا. هو احسن علاج ان هي تبقى افويدد يعني، ان احنا نتجنبها من الاول، نبقى حاقنين في مكان كويس ونعمل التعليمات. طيب البشره الدهنيه مش محتاجه مرطب؟ ناس كتير قوي بتبقى فاكره كده. هي اصلا اويلي سكن، بشرتها دهنيه بالذات لو سنها صغير، هتقولي خلاص انا مش عايزه احط حاجه. هي كل البشرات بتبقى عايزه ترطيب، ده بيحافظ على السكين بارير بتاع الجلد وبيحميه. بس المهم النوع، القوام بتاع المنتج برضو. بشره جافه هناخد حاجه كريمي تقيله شويه، بشره دهنيه هناخد حاجه مثلا فلويد سائل او جل
خفيف كده. بس يعني ممكن نبعد عن الانواع تبقى في السوبر ماركت التجاريه لان مليانه فريجرنس عطر وكحول وكده بالظبط، ممكن تسبب تهيج في الجلد. وبرده لو فيها واكسز يعني مكون تقيل شويه ممكن تسد المسام، فيبقى منتج طبي. ولو ضغطت تقول عليه هتسد المسام، هيطلع لها الحبوب، هتطلع لها حبوب والسايكل تبدا بالظبط كده مظبوط، يحصل لها بريك اوت. طيب في مقوله بتقول لك الوصفات الطبيه الطبيعيه اكيد احسن من الكريمات او مستحضرات التجميل المصنعه. هو الفكره في يعني نيتها حلوه صح، ولكن تطبيقها هل صحيح؟ ما هي دي الفكره. هو بقى ترند كده كمان مؤخرا يعني انتشر قوي، اللي هو لا ده انا احط حاجه طبيعيه. الحاجات الطبيعيه دي بقى منها مثلا زيت نعناع، زيت قرفه، مستخلصات الليمون والحمضيات، بيكربونات الصودا الناس بتحطها في خلطات، وفي شركات ستارت ابس كده يروحوا عاملين منتج يقول لك ده منتج طبيعي بس فيه بيكربونات الصودا. الحاجات دي كلها بتسبب تهيج جامد للجلد ومعظمها مش مختبر طبيا كمان، لان بتبقى وصفه، بتبقى حاجه كده اتعملت يعني على الضيق شويه. فالبرودكتس المنتجات اللي مصرح بيها من وزاره الصحه وموجوده في الصيدليات هي أأمن دي أأمن طبعا. بالظبط. وطبعا لو ماركات نظيفه يعني ماركات ما تسترخصش بالظبط بشرتنا، لان دي ما بترجعش لورا يعني صح. مش هترجع. طيب احنا جايين دلوقتي اسئله عن الشعر. احنا يا جماعه مش مهملين الشعر ولا حاجه، بس احنا يعني البشره علشان منها للشمس على طول. نقدر نقول بقى مفاهيم اخرى عن الشعر، يعني بيقولك ان الصلع ما يحصلش للستات او تساقط الشعر ما يحصلش للستات لكن بيحصل للرجاله بس، هل ده مفهوم صحيح؟ يعني وكان في كمان حد عامل زي فيديو بقى ترندي جدا بيقول ما بيظهرش في الستات خالص، ده مش حقيقي، هو باترن بتاعه مختلف. يعني غالبا الرجاله ممكن طبعا ممكن يبدا في اي سن سواء في الرجاله او الستات، الرجاله دايما بيتراجع خط الشعر. النساء او البنات خط الشعر غالبا بيفضل ثابت لكن الشعر ممكن يظهر فيه فراغات من جوه. فبيبقى الباترن بتاعه مختلف، وفي سبيكترم او يعني زي طيف كده واسع قوي من اول بس فرق يوسع شويه لحد ما يبقى فيه فراغات جامده جدا في الشعر. طبعا طرق العلاج برده موجوده بس يعني ايه المهم يبقى فيه زي تشخيص كويس برضو. بيخافوا الرجاله او الستات من المستحضرات حتى لو اللي هي بتتباع في الصيدليات صح، بيقول لك فيها ماده تطلع الشعر صح، ولكن لو بطلتها شعرك كله يقع. فهل ده حقيقي؟ اقول لحضرتك علاج للموضوع ده؟ هي المقوله دي بتتقال على ماده المينوكسيديل. الماده دي من السبعينات او الثمانينات تم استخدامها في تنبيت وزياده كثافه الشعر صحيح، ولحد دلوقتي هي الماده الوحيده اللي اف دي اي ابروفد على مستوى العالم ان هي بتعالج الصلع سواء الوراثي يعني سواء رجالي او نسائي. المقوله دي بتخلي الناس تتقفل او تخاف تستخدمه حتى لو هم محتاجينه. هو الموضوع في طبيعه المرض مش في طبيعه الماده، يعني أوكي. المرض مزمن فلانه مزمن وجيناتك، فلما فعلا بنوقف العلاج بس ده اي علاج مش المينوكسيديل بس هيحصل ريجريشن والحاله هتتراجع تاني. بس كده، فالناس بتخاف من الجمله دي لكن بالعكس هو ده العلاج بتاعها. هتفضل تاخد العلاج طول الوقت ده ايا إن كان احنا انهي علاج يعني. طبعا كمان برضو بنسيء استخدام المستحضرات اللي هي فرد الشعر، كرياتين، بروتين، بوتوكس بتاع الشعر برضو، الجوفيكسين صح. كل ده مسميات كتير قوي، وكمان الصالون دلوقتي بيقولوا عليه تريتمنت او بيقولوا عليه علاج. هو في الاخر هيوصل لنفس النتيجه، اي ماده هتتحط على الشعر هتتسخن بادوات تصفيف الشعر وتغير شكله، يعني لو مجعد او ويفي مموج مثلا تخليه ستريت كده خلاص دي الماده دي دخلت غيرت كميه الشعر وعملت له فرد. فهي مش علاج، هي مجرد شكل كوزماتيك يعني حاجه من بره. طيب انا فاضل لي دقيقه بس في سؤال مهم جدا عن الشعر، بس شعر الجسم دلوقتي. في بنات وستات بيبقوا عايزين يعملوا ليزر ازاله الشعر واحنا دلوقتي في فصل الصيف، ايه نصايحك ليهم؟ لان في علاج بالليزر لازاله الشعر ما بينفعش على بشره تاند صح، او بشره اخذت اسمرار. هقول لحضرتك عامه ليزر ازاله الشعر اي منطقه في الجسم معرضه للشمس خلاص شافت الشمس من غير هدوم او عازل لازم نستنى شهر بعد التعرض للشمس في البحر او البول ما نعملش ليزر. ليه؟ ليزر ازاله الشعر بكل انواعه بيقرا صبغه، بيدور على صبغه في الشعر. الديبند على لون البشره بيضاء سمراء بالظبط، ولون البشره بقى لما بناخد لون بيحصل تغير مؤقت كده في البشره، وطبقه الصبغه اللي في الجلد بتبقى بتزيد قوي وتبقى عامله لاير كده تحت الجلد، فيجي الليزر ممكن يقراها غلط فيعمل فيها مشاكل التهاب حرق
الاشعاعات. فيستحسن نبعد ايا كان نوع ليزر مهما كان سيف بعد يعني اللي بيعمل سيشنز بتاعت ازاله الشعر دي يستنى يعدي فصل الصيف من غير سيشنز خالص؟ على حسب، لو هي كل شويه بتتعرض للشمس كل شويه بتاخد تان، المناطق المكشوفه تستنى بعد اخر الصيف. لو هتسافر مره او مرتين وبقيه الوقت عادي جوه الجو العادي بتاعنا، لا ممكن بس تستنى شهر بعد ما ترجع وبعدين تكمل جلسه. وبعدين تكمل بالظبط كده. دكتور نوره درويش استشاري الجلديه والتجميل، بشكرك طبعا. لسه لحضرتك. عندي 3000 سؤال ومفاهيم غلط لان حاجات كتيره بنعملها غلط. أيوة بس مزبوط. ان شاء الله يكون لنا لقاء جاي مع حضرتك وشرفتينا في الاستضافه. ميرسي لحضرتك. شكرا. ميرسي. بعد الفاصل بقى مش هنسيب برده بشرتنا، لاننا هنتكلم عن الميك اب، ميك اب الصيف، وهنعرف ازاي نتغلب على مشاكل الحر والعرق وفي نفس الوقت الميك اب بتاعنا يبقى ثابت. وبالمره بقى لازم نعرف ايه الجديد في الميك اب السنه دي، زي كل حاجه زي اللبس وزي الترندز الجديده اكيد في طرق جديده للميك اب، هنتكلم عنها بعد الفاصل. خليكم معانا. وصلنا مع حضراتكم الفقرة الستات بيحبوها جدا، فقرة الميك اب، وكل الستات والبنات بيستنوها وبيطلبوها مننا دايما. النهارده هنتكلم بمناسبة درجات الحرارة اللي هتفطسنا دي عن مشاكل الميك اب، لأن في الصيف على طول مهما حطينا مكياج على بال ما بننزل نروح أي مشوار، لو الصبح بتبصوا تلاقوا الميك اب باظ تماما. إزاي ممكن نعمل ميك اب في الصيف ونحافظ برضو على شكله وعلى رونقه وما نبقاش إيه قلقانين إن الميك اب كله يسيح؟ هنعرف كمان الموضة الجديدة في سيزن الصيف السنة دي عبارة عن إيه؟ النهارده منورانا في ست الستات ضيفتنا الميك اب ارتست جايلان عماد. ازيكي جايلان؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله. والموديل الجميله باسانت، برحب بيكي معانا يا باسانت. وطبعا جايلان انت قبل ما نبدا الفقره انت كنت مخلصه الميك اب البيس يعني. تمام، احنا اشتغلنا كل الفاونديشن ويعني خلصنا لغايه اللوز باودر، ناقص بس ان احنا هنشتغل الاي شادو. هنشوف النهارده التكنيك بتاع الاي شادو، هنشوف اكتر من حاجه وهنتكلم عن ازاي ان انا اقدر اثبت الميك اب في الحر بحيث ان انا يعني يفضل شكلي لو روحه مناسبه لو عندي حاجه يعني يفضل بنفس رونق الميك اب من غير ما يبوظ. طيب جميل، نبدا بقى بالنقطه الأخيرة دي الأول. إحنا وشنا بنبص نلاقيه مش بس البشرة الدهنية، لا حتى كمان البشرة الجافة في الصيف التعرق ملوش علاقة بالدهنية. لا طبعاً ملوش علاقة. فنعمل إيه بقى؟ مبدئيا كده انا قبل ما بشتغل ميك اب انا لازم اكون منظفه البشره كويس جدا، ان انا استعمل غسول او سكراب للبشره، ان انا اخلي يشيل كل الشوائب او الدهون او الحاجات اللي على بشرتي قبل ما ابدا استعمل اي حاجه. دي رقم واحد، دي بوينت مهمه جدا. رقم اتنين، ان انا استعمل كريم مرطب. طبعا حد يجي يقول لي في الحر ينفع استعمل مرطب؟ طبعا لازم، بس يعني قدر الامكان يكون اويل فري، ما يكونش فيه زيوت كتيره بحيث ان هو يخلي لي الميك اب ثابت اطول فتره. جل احسن، يبقى هو يبقى عباره عن جل احسن ولا على كريم احسن؟ لو حاجات شبه الجل او اللي هي الحاجات اللي شبه السيرم مفيش مشكله خالص، بس الفكره كلها ان هي تكون مناسبه مع نوع بشرتي عشان طبعاً. البشره ما تاكسدش مع الميك اب او ان هي تبدا تتفاعل مع الفاونديشن فتبدا تديني افكت معاكس بعد شويه. يا سلام. تمام. هو ده ممكن السيرم اللي نحطه على وشنا يتفاعل مع الميك اب؟ تمام بالظبط. لو انا الحاجه اللي انا بستعمله البرودكت مش ماشي مع نوع بشرتي بعد شويه بلاقيه بدا ان هو يشقق الفاونديشن، بدا ان هو يعمل زي مسام ظاهره بيعمل لي مشاكل طبعا، وده بلس ان هو هياثر على فتره ثبات الميك اب اطول وقت يعني. طيب دي كده اول نقطه. طيب تاني نقطه، ان انا برش فيكس سبراي اللي هو مثبت للميك اب على البشره كنوع لتمهيد البشره، وان هي تخلي لي البشره تقدر تثبت كل الحاجات اللي انا احطها عليها اطول وقت ممكن. قبل انا خلاص بيحطوا لنا بعد؟ ما هو احنا هنحطه دلوقتي في كذا مرحله. احنا اول مرحله قلنا عليها ان احنا هنحط الكريم المرطب اللي مع بشرتي. تاني حاجه هنبدا نحط المثبت اللي هو الفيكس سبراي. تمام. بعد كده هنبدا نحط البرايمر، والبرايمر عليه يعني نسبه كبيره جدا من ثبات الميك اب خاصه في الحر. تمام. بس هبدا احط، احنا بنستهون قوي بالبرايمر. لا يعني ده لازم، ده اساسي. مش حته بروفيشنال يعني عشان احط برايمر، هي كل الفكره ان هو بيخلي لي طبقه عازله ما بين البشره وما بين الفاونديشن اللي انا راح احطه. اوكي. فلما ببدا احط الفاونديشن خلاص انا كده بشرتي يعني كاني بديها زي غلاف او
حاجه خارجيه بتبقى عامله عازل ما بينها وما بين الفاونديشن او كل الحاجات اللي انا احطها. اوكي تمام. ببدا احط ممكن استغنى عن الكريم كونتور اللي هو الكونتور الكريمي ممكن استغنى عنه ما فيش مشكله. نصيحه تانية ان انا يكون البلاشر بالنسبه لي كريمي مش باودر قدر الامكان في الصيف عشان يكون شكله ناتشرال يديني الناتشرال لوك يبقى شكله افضل. دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده ان انا لما اجي اثبت باللوس باودر، اللوس باودر اللي هي الباودر الحره اللي هي بتبقى مش مضغوطه. تمام. لما باجي اثبت بيها الفاونديشن بعمل حاجه اسمها بيكنج. يعني ايه بيكنج؟ يعني ان انا باخد من اللوس باودر. انا خلاص دلوقتي مثلا حطيت الفاونديشن وبدات وحطيت الكونسيلر والكوريكتور زي ما شفنا قبل كده في حلقه. بعدين هبدا احط هعمل بيكنج. يعني ايه بيكنج؟ يعني ان انا ما بحطش كميه وادمجها من اللوس باودر، لا. ان انا بحط كميه كبيره وبسيبها في الاريا اللي انا عايزاها تكون موجوده فيها. مثلا انا هعمل هنا لايتنينج، انا هنور تحت العين، هنور مثلا الجزء ده. طبعا احنا عاملين كل الكلام ده قبل الهوا بس يعني بتورينا الطريق. اللوس باودر بالذات ما خافش منها لان هي سهله قوي ان انا اتخلص منها بسهوله، ما بتسيبليش اي اثر تحتها. اوكي تمام. مهم قوي ان انا اعمل البيكنج عشان يخلي لي الفاونديشن ثابت على البشره اكبر وقت. اوكي. فبحط لوس باودر كميه كويسه وبسيبها على البشره 5 دقائق او 10 دقائق ما العبش فيها خالص لغايه لما هي تبدا تديني الكفر اللي انا عايزاه، وبعدين هبدا اطير الحاجات الزياده بالبرش او بالفرشه. ده كده بالنسبه لجزئيه بالنسبه للبشره. طيب نيجي للحواجب. في بنات كتيره قوي حواجبها بتبقى بتطلع زي ميه او عرق. طيب اعمل ايه؟ زي الشعر زي الراس. بالظبط، هي فيها اوريدي مسام بشره. فبعمل ايه؟ باخد من نفس اللوس باودر على الحواجب بكميه كبيره. لو انا بعمل البيكنج لا بس مش هتعمل زي يعني مش هتطفي لون لا خالص، لان انا قبل ما باجي ارسم الحواجب سواء بالجل او اذا كان بالبنز يعني بالبنسل عادي ببدا ان انا امشط الشعر بتاع الحواجب كله بالفرشه بتاعت الحواجب. فهتطير كل الزيادات اللي حصلت من اللوس باودر وبعدين هبدا ارسم الهير باي هير او ايا كان الستايل اللي انا هعمله في الحواجب. تمام. ده كده بالنسبه لثبات البشره. طيب انا كده خلصت اللوس باودر، حطينا كل الحاجات، وبعدين هبدا ارش من مثبت الميك اب، هرش رشتين ثلاثه على وشها واسيبه ينشف خالص. بحيث ان انا كده خلاص انا عملت بيز اساسي هيقعد على وشها وقت كبير جدا. وبعدين هبدا اشتغل الاي شادو عادي جدا. طيب نروح بقى لجزئيه الاي شادو لانها محيره. تمام. اشكال العينين بتختلف، في عينين صغيره، في العينين الواسعه اللي هي زي اللوزه بالظبط، الالموند اللي هي اللوزيه، الكلام ده كله. طبعا مهم قوي ان انا ابقى وانا كميك اب ارتست بعمل ده ابقى فاهمه شكل العين اللي انا هشتغل عليها، لان كتير جدا بنشتغل لوك ميك اب وبعدين بعد ما بنخلص بنلاقي ان البنت من غير كانت احلى. ده كتير قوي بنشوفها ان شكل عينيها في الاول كان احلى، كان شكله ناتشرال اكتر، او لو هو في ديفو ما ظهروش اكتر. طيب فانا مبدئيا وانا برسم العين لازم احط في اعتباري انه يعني احنا دايما نقول كان في عينين زياده في النص. كان هقسم الاريا بتاعت العينين لثلاث اجزاء قد بعض. أوكي. لو لقيت العينتين دول بعاد عن بعض يبقى العينين دي اقدر اشتغل بيها باي حاجه ليها كيرف من هنا كده زي الايلاينر، زي الحاجات اللي هي بيبقى ليها بوز كده، الرسومات اللي هي دي. لو العينين قريبه من بعض لو لقيت ان المسافه دي صغيره ما ينفعش خالص اشتغل اي ايلاينر ليه كورنر كده كبير. تمام. اشتغل حاجات فواتح، دي كده ابسط يعني طريقه للمقاسات بتاعت العين. طيب تاني حاجه لو البنت عندي عينيها مبطنه. أوكي. مبطنه بمعنى ان الجفن ده قريب للجفن ده. ما ينفعش ان انا اخلي الجزء اللي هو المتحرك، احنا بنسميه الجفن المتحرك. ما ينفعش ان انا اديله غوامق لان هي اوريدي مش ظاهر من عينيها حاجات كتيره. صح. فالجزء اللي انا عايزه اظهره هو ده، لانه هي مفتحه هو مش باين حاجه. فرقم واحد نعملها ان احنا نحط فواتح. ويا سلام بقى لو هنحط جلاتر بقى او شامر، الالوان اللي فيها ضي لمعه. لما نيجي نرسم ايلاينر ما ينفعش خالص ارسم ايلاينر تخين لان هي اوريدي المساحه اللي باينه من جفنها صغيره. صح. فانا محتاجه احط حاجه خفيفه خالص. طيب على العكس لو البنت عينيها دائريه او جاحظه اعمل ايه؟ ما ينفعش خالص بقى ان انا اديها فواتح. ليه؟ لان الجحظان او البروز اللي في عينيها هيظهر اكتر. فطبعا دايما بميل ان انا احط الوان غامقه ابعد خالص على الشيمر او الجليتر او الحاجات اللي فيها لمعه، بشتغل دايما بالوان مات.
تمام. ده كده بالنسبه لاسهل قاعدتين. طبعا العين المثاليه عندي هي الالموند ايز اللي هي العين اللوزيه اللي هي بتكون ليها بوز من قدام ومن الاخر مشدوده كده، تمام. الجفن ده كل ما كانت عظمه العين بارزه اكتر كل ما ادتني مساحه اكتر ان انا اشتغل بيها. طيب هنشتغل دلوقتي يعني لوك سامبل خالص اي حد بيتفرج علينا هيقدر ان هو يعمله. طيب اول حاجه هشتغل بيها ان انا احط ترانزيشن كولر على الجفن كله. طيب فين المكان اللي ما ينفعش خالص اطلع بيه باي لون؟ هو العظمه اللي تحت الحاجب دي، ما ينفعش خالص ان انا اطلع بيها باي الوان. طيب انا دلوقتي هشتغل بلون انتقالي خفيف، هختار اي لون فاتح وابدا همشيه على كل الجفن من فوق لغايه تحت. اوكي، بس مش هتقربي من الحاجب قوي. لا الحاجب ما ينفعش خالص ان انا اجي عنده. اوكي طيب ده بيعمل لي بتنفع لكل الناس. طبعا عارفه. ولسه وهي مهما اتغيرت الموضه بتفضل برضو البنيات والبيجات طبعا هي الطره شويه بالظبط. موضه برضو ده كمان بلس ان انا هشتغل لوك عامل ازاي. يعني ما ينفعش اكون مثلا هشتغل بينكات او كشمير او الدرجات دي واشتغل انتقالي بالالوانات دي، هيبقى معاكس. صح. مش هيبقى صح. فانا لو هشتغل لوكات مثلا تمشي مع الدرجات دي سواء كانت بنيات سواء كان اخضرات ازرقات، هي بالمناسبه طالعه موضه جدا جدا، اقدر احط ترانزيشن كولر اي لون على بيجات او على اورانجات بتبقى حلوه. زي ميرفت امين زمان في الافلام. صح كان الاخضر والازرق والحاجات. هو دلوقتي بس هي الفكره ان التكنيك بتاع الاخضر والازرق مش اي حد يعرف يطلعه بشكل ناتشرال برضه. ان الناس فاكره ان انا هحط اخضر او ازرق فوق عينيا، لا طبعا مش كده. الفكرة كلها ان انا وانا بحطه يبقى برضو شكله منسق وماشي مع شكل عيني. انا كده بدأت احط لون واحد على كل الجفن وابدأ اوزعه كويس. اوكي ده اللون الانتقالي. ده اللون الانتقالي. بالظبط كده. ده طبعا بيديني عمق للعين وبيحدد لي ابعاد الجفن. تمام هبدأ اصغر الفرشة شوية. احنا طبعا الفرشة اللي بنستعملها اسمها بلندنج براش اللي هي فرشه دمج، هي فرشه شعرها بيكون فلافي كده عشان تسهل لي الدمج بس مش اكتر. هبدا هاخد لون اغمق شويه وهبدا بيه من عند الكريز بتاع العين. الكريز اللي هو يقصد بيه القطعه بتاعه العين دي. أوكي. تحت الثانيه الثانيه بالظبط بتاعه العين ما بين عظمه الجفن بالظبط اللي هي الفاصل ما بين الجفن الثابت والجفن المتحرك. ده اللي بيتحط فيه اللون الغامق. بالظبط. ببدا اغمق. انا اقدر احط في العين درجه درجتين ثلاثه اربعه على حسب الاريا اللي عندي ما هي مدياني مساحه عامله ازاي. طبعا العينين صغيره مش مسموح لهم العينين صغيره ثلاث اربع الوان دي يعني ولو هشتغلهم هشتغلهم في الكورنرز بره، لكن من فوق هخلي بس لون انتقالي وتحتيه لون اغمق. اوكي تمام. دلوقتي هناخد فلات براش يعني فرشه مبططه وهبدا ان انا ارش عليها فيكس سبراي اللي هو مثبت الميك اب. تمام. وهاخد لون شيمر. يعني ايه لون شيمر؟ يعني لون بيبقى فيه لمعه كده بتدي ضي كانها مرايه كده، مش جليتر صريح. لا مش جليتر. شيمري شويه. هبدا هاخد بس الزوايا الداخليه بتاعه العين. لو حد ما عندوش الفيكس ده ممكن بميه؟ لا هيبقى صعب، هيبقى صعب جدا. لا اوكي. عارفه بشوف ناس ساعات بتعمله بايه؟ بفاونديشن. هم الاول فاونديشن. تمام. الاول بنحط فاونديشن او كونسيلر يعني الادق على الجفن. أيوة. ونبدا نعمل له بلندنج طبطبه وبعدين نبدا نحط عليه التشيمر. مفيش مشكله ده لو انا عايزاه يظهر اكتر، بس انا دلوقتي عايزه لوك ناعم. يعني انا عايزه عينيها بس متدرجه على مش عايزه استحياء يعني مش ظاهر مش اللي هو صريح جدا يعني. ايه الموضه دلوقتي في الالوان؟ الازرق طالع موضه جدا، الاخضر، الاصفر، الالوان اللي هي اللي هي صريحه او بريئه شويه. فقعه بالظبط. لكن طبعا الاساس بالنسبه لنا هي الدرجات دي. يعني دي ما فيش عليها اختلاف يعني دي كل الناس بتحبها جدا.
الله بقى لونه حلو فعلا. اه بالظبط، احنا عايزين حاجه ناعمه خالص، مش عايزين ان هو يبقى ظاهر قوي قوي، لكن زي ما قلنا لو عايزه اظهره هحط تحتيه كونسيلر الاول وابدا اعمل له بلندنج وبعدين ابدا احط الشيمر. اوكي. انا طبعا في امكاني ان انا اوصل الشيمر للاخر او ان انا اخليها نص ونص زي ما انا حابه الستايل اللي انا عايزه اعمله. انا هكتفي بكده وهنبدا نجيب نفس البراش اللي هي بتاعه الدمج وهناخد بيها نفس اللون الغامق اللي انا اشتغلت بيه وهنبدا نعمل بس من بره عشان نعمل بلندنج للاطراف باللون الغامق اللي عملنا بيه ما بين الجفن المتحرك والثابت. بالظبط. اوكي. ان انا لما اشوف العين ما الاقيهاش مقطوعه، الاقي ان هي فيها تدرج كده. حلو. ايه اخبار الايلاينر الفرعوني؟ اه ده ناس كتيره جدا بتحبه وبتطلبه. يعني هو كل فكرته ان هو بيبقى مفتوح، بنبقى لفوق عاملين وينج كده. اه وبعدين بناخده. هل لسه موضه ولا خلاص مع الصيف ده؟ يعني حاساه اه حاساه شتوي شويه، يعني حاساه هو عايز ستايل تقيل وعايز سواري، يعني سهره بقى بالليل وخارجه يعني حاجه مترقعه شويه. طيب احنا كده مثلا خلصنا من فوق. طب لو انا عايزه ادخل الازرق وعايزه اخليه ناعم، بصي فوق، ممكن ادخله من تحت. اوكي. في لكن مش جوه العين؟ ممكن احطه جوه العين مفيش مشكله. احترنا بقى معاكوا، احنا مش عارفين موضه الالوان اللي هي جوه العين ولا ما نحطش جوه العين. هي كل الفكره بس في جوه العين، انه اذا كانت العين ضيقه فطبعا يفضل ان احنا نشتغل بفواتح زي البيج او الابيض، لكن لو العين واسعه ممكن اشتغل باي درجه لون انا حباها مفيش مشكله. طبعا الازرق يعني ممكن كمان يتحط غير تحت العين وجوه العين، ممكن احطه كاي شادو. اه طبعا درجات السموكي في الازرق بتبقى حلوه قوي، بس زي ما قلنا ان هي عايزه تكنيك، عايزه يعني اعرف اوزعه صح، ان انا ما اطلعش بيه لفوق طبعا هنا، ان هو يا دوب يبقى على قد الجفن بس. الجفن الجواني اللي جوه. اه طبعا مهما كانت العين واسعه او اي حاجه، لا ما ينفعش ان انا اطلع بالالوان دي فوق، لان اللي فوق دايما ده على الجفن الثابت ده دايما الوان انتقاليه فقط، ما ينفعش ان انا اخد غير كده. ما ينفعش نلونها. لا ما ينفعش. ما ينفعش اطلع بيها بغوايه. طيب بقى قولي لي، طبعا بسنت لك ان هي عينيها ما شاء الله حلوه وكبيره. اللي عينيه صغيره بقى يتصرف ازاي؟ يعني ايه التريك اللي يعملها او نعملها نوسع عيننا شويه؟ مبدئيا اللوك ده ينفع جدا لو حد عينيه صغيره او ضيقه مفيش مشكله، لان احنا اوريدي فوق شغالين فواتح وشمر. اوكي تمام. ده لو البنت رايحه مناسبه عاديه مش فرحها، لكن طبعا لو فرحها يفضل ان انا احط لها كمان جلاتر يديني وسع اكتر. لا الفرح بيبقى حاجه ثانيه مختلفه. طيب انا دلوقتي ايه تاني ممكن اعمله عشان اوسع العين؟ ان انا احط من جوه الكحل يكون بيج او ابيض عشان يديني وسع للعين. ان انا اخلي الوينج لاينر على الهوا كده شويه من بره وابدا اثبت الرموش على نفس الوينج اللي هو الوهمي اللي انا رسمته لفوق. فابدا افتح بالظبط، ابدا ان انا اخلي العين من ورا ما نقفلش، يعني ما نقفلش الحته دي. بالظبط كده كده فهمت. جايلان قولي لي ايه النو ميك اب؟ يعني ما انا عارفه ان يا ميك اب يا ما فيش ميك اب. ايه النو ميك اب؟ هو خدعه، يعني ان انا ابقى عامله فول ميك اب لكن انا ظاهره ان انا مش عامله اي حاجه. طب ما تقولي لنا التيبس بتاعتك. يعني بصي ان انا مثلا هحط الفاونديشن، هحط كل الستبس اللي انا حطيتها دلوقتي عادي جدا، بس طبعا ان انا وانا بحط الفاونديشن اخليه ميديوم كفرج، ما اخليهوش ان التغطيه بتاعته تبقى تقيله عشان ما يبقاش كيكي على الوش، يبقى شكله مش حلو وعامل خطوط. ان انا ما استعملش طبعا اي حاجه كريمي، استعمل اي حاجه ليكويد سواء كان كونسيلر او كان فاونديشن نفسه. تمام. يبقى ليكويد، ان هو ليكويد. ان هو ليكويد، لان الكريمي شويه بيبقى مديني تقل على البشره وانا مش عايزه ده. انا عايزه نو ميك اب، يبقى احط الفاونديشن خالص. بالظبط. طبعا العينين هو لون انتقالي، ممكن اوزعه على الجفن كله، ممكن اديله ضي خفيف لو انا عايزه ابرز العضمايه بتاعت العين دي وخلاص على كده. ان انا لما استعمل ماسكاره ما ينفعش استعمل حاجه سوري، لما احط اي لاشز يعني رموش، ما ينفعش ان انا احط حاجه تقيله. لا انا هختار حاجه تكون فيري سمبل، يعني عشان تبان ان انا كاني مش حاطه. قليله قوي ورفيعه قوي. بالظبط. الحواجب
لو افضل طبعا تكون هير باي هير، اللي هي اللي متسرحه، اللي هي اللي طالعه الفلافي دي اللي طالعه دي. بس كده البلاشر بقى الكونتور ما يبقاش فيه حاجات متحدده، يعني هيبقى وشي في الاخر باين ان انا حاطه بس كاني مش حاطه حاجه، انا عامله يعني وكاني بداري العيوب بس بتاعت البشره. اوكي اوكي. قولي لي بقى، هل في مخاطر جامده يعني ان انا اطلع بالميك اب الصبح على البحر في الحر؟ يعني بتلاقي ان في مشاكل حصلت للبشره؟ هو طبعا الشمس كارثه بالنسبه للبشره، لان هي طبعا بتعمل خطوط يعني جامده جدا، فيفضل ان انا لو هخرج بالنهار عموما انا لازم احط صن بلوك اصلا. عشان ممكن احطه تحت الميك اب، او مفيش مشكله انا ممكن احطه تحت الميك اب عادي وابدا احط البرايمر والفاونديشن وكل حاجه، مفيش مشكله خالص. لو انا استعمال شخصي بقى ممكن استعمل البي بي كريم والحاجات اللي شبه كده. لسه كنت اسالك يعني انهي احسن، الفاونديشن ولا البي بي؟ لا لو استعمال عادي يعني اليومي ليا انا، لا انا ممكن استعمل بي بي كريم عادي، لان هو بيبقى فيه مع الفاونديشن جزء صن بلوك، فبيبدا ان هو برضو يعمل لي حمايه للبشره. لكن ما بيستحملش حر، مش كده؟ هو مش ثابت طبعا، مش ثابت. لا 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 يعني عكس سابت. البدايه اللي بداناها ان احنا بنتكلم على الميك اب الثابت في الصيف. لا لا خالص، هو لو مثلا لو رايحه مناسبه بقى وهقعد 4-5 ساعات، لا طبعا لازم فاونديشن، لان انا كده محتاجه ثبات للميك اب. طب الباودر اللي احطه في النو ميك اب، اللوس باودر ولا كومباكت باودر ولا ما احطش باودر خالص؟ لا اللوس باودر ما ينفعش استغنى عنها. ليه؟ لان انا هحط دلوقتي فاونديشن، والفاونديشن ده عباره عن كريم. فالكريم على البشره بيبدا ان هو بعد شويه هيسيح. كل الخطوط التعبيريه اللي في وشي هبدا الاقيها اتكسرت، والكريم ده ظهر في جواها. أيوة. فهتظهر اكتر، فانا هقول انا بشرتي من غير فاونديشن كانت احلى. طب فميزه اللوس باودر ايه؟ ان هي بتدخل في الخطوط دي وبتملاها. اوكي تمام. فلما بتملاها البشره بتبان خلاص زي ما هي بشكلها، ما تبقاش اوحش. تمام فهمت. فاللوس باودر انا بكل الاوضاع ما ينفعش خالص ان انا استغنى عنها. الكومباكت هي شويه بتيجي في الفينش، يعني الكومباكت اللي هي البودره العاديه المضغوطه دي هي بتيجي في الفينش. ان انا بقى احدد بيها الاجزاء اللي انا عايزه اظهرها او كده. يا فين زمان لما كنا نقول مش حاطين مكياج خالص، احنا حاطين باودر بس في وشنا ونازلين. يعني كان المفهوم عكس اللي بنشوفه دلوقتي تماما في النو ميك اب. لا النو ميك اب ان انا احط ميك اب كامل بصي تحت وكاني مش حاطه، كاني مش حاطه حاجه خالص. اخبار الماسكارا الالوان ايه؟ لا مش بحبها. ايوه ولا انا. لا أنا عشان كده بسالك. لا انا بحس ان لا قدر الله تطلع موضه تاني ولا حاجه، الواحد هيحزن. السودا والبني يعني انا بحس السودا، لان هي حلاوه العين ان هي تكون يعني الرموش سودا والعينين واضحه كده. دلوقتي هنلزق بس الرموش طبعا. ملاحظه ان البنات بقوا قروبات جدا، كله بقى بيعرف يلزق رموشه ويعرف. هي سهله، انا لو هلزقها لنفسي بس شويه بتبقى صعبه. انه البنت تلزقها لنفسها بيلزقوها وحياتك بتبقى لنفسه. بس هي ليها تكنيك بسيط خالص خالص، ان انا ما ينفعش ابقى بحطها وانا بصل نفسي في المرايه كده، لان هي بتيجي في مكانها. فبمنتهى البساطه لو انا هركبها لنفسي احط المرايه تحتيه وهبص لتحت وابدا احطها. هتركب فكرة. في ثواني او عين وعين اللي هو كده. وابقى مفتحه دي ومغمضه دي. حتى لو كده انا لازم ابقى بصل تحت، عشان انا وانا بحطها التو كورنرز بتاعها يثبتوا في مكانهم. مش بعد ما احطها اتفاجئ ان هي جايه على الجفن مش على الرمش نفسه. ده حقيقي. طيب انا وانا بحط الرموش اوكي تمام جميل. اخر حاجه خلاص الرموش وبسنت تبص لنا بقى ونشوف اخر حاجه الفينيشنج لوك هتبقى عامله ازاي. بصي لي كده يا بسنت. طبعا. لا يا جماعه الرموش بتفرق برده مهما قلنا، ما انها يعني زياده ان الواحد يركب رموش طول الوقت، بس بتفرق في اللوك. هي بتفرق طبعا، هي بتظهر جمال العينين خاصه لو مختاره شكل ماشي مع شكل عينيها. بالظبط. وفي ناس تبوظ شكل عينها بالرموش، يعني في ناس تختار شكل رموش مش مناسب لعينها. هو الميك اب كله انا بحس ان هو سنس اكتر من اي حاجه تانية، فلازم ابقى فاهمه الوش عايز ايه. بالزبط. واعمل ماتشنج مع الحاجه المطلوبه. باخد يعني على طول تبصي لوشها ايه ده
يعني ظهر برموش جامده قوي يعني. لا ما بتبقاش لكن حلوه دي يعني. ما بتبقاش حلوه. انا لو حاسه بغمضي، انا لو حاسه ان انا عينيا اوريدي صغيره وضيقه، ليه احط رموش قد كده تغطيها اكتر؟ صحيح. ما انا ممكن احط حاجه ماشيه مع شكل عيني. جيلان انا بشكرك على كل التبس اللي اديتيها لنا النهارده. المكياج ما يسحش في فصل الصيف، وازاي نفضل حريصين ان هو ثابت طول اليوم او طول الخروجه يعني، ما نبقاش طماعين بقى طول اليوم، طول الخروجه. ونوعيات العيون المختلفة اللي بيختلف معاها المكياج الخاص بالعينين والآي شادو، يعني بشكرك جيلان على كل التبس الجميلة. بس انت بشكرك انك انت كنتي الموديل القمر بتاعتنا النهاردة. جيلان عماد الميك اب ارتست بتاعتنا النهاردة في ست الستات، بشكرك شكرا جزيلا. مرسي شكرا. وخلصت حلقتنا النهارده، يا رب نكون كلنا استفدنا، انا استفدت شخصيا من كل التبس اللي قالتها جيلان النهارده. يا رب تكونوا استمتعتوا بالحلقه، اشوفكم الحلقه الجايه يا رب على كل خير. باي.